خلونا نسمع من زميلنا احمد مصطفى مدير مكتب اليوم السابع في المطار. احمد، كلمني عن هذا القرار الجديد وكيف يتم تطبيقه. القرار، مساء الخير يا استاذ رميس، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. القرار فعلا تم تطبيقه. القرار لما قعدت مع احد المسؤولين الكبار في الجوازات وسالته صراحه القرار ده بهدف ايه، قال لي احنا تم رصد خلال الشهور الاخيره سفر عدد كبير من الاحداث من مصر الى عدد من الدول المجاوره واتخذوها زي ما حضرتك قلت كمحطات للهجره غير الشرعيه. فكان لابد من اتخاذ القرار. الناس اللي كانت بتسافر كان سن من 15 ل 17 سنه تحديدا، وكان في 14 و14 ونص اللي خرجوا بره البلاد. يعني احنا بنتكلم في فعلا مراحل عمريه غريبه شويه. فكان القرار بينص ان زي ما حضرتك عارفه هو بيوجه الحدث مع ولي امره الى ضابط الاتصال الموجود في اداره الجوازات والهجره وبيشوف الوضع ايه معاه. طبعا في ناس بيتم استثنائها من هذا الامر لكن بعد الرجوع للوثائق اللي معاهم. على سبيل المثال الناس اللي مسافرين عندهم بطولات رياضيه طبقا لقرار وزاري واحكام وتاشيرات تكون وقود رسميه، الناس اللي خارجه تتعلم يعني خارجه تدرس، ناس رايحه تكمل تعليمها بره او هتدرس بره طبقا للمنح او طبقا لان هم معاهم اوراق تدل على هذا الامر بشكل صحي وشكل كامل. لكن ما دون ذلك لن يسمح له. طبعا هي الوثائق هو مش هيوصل للهجره والجنسيه، لا هو كمان شركه الطيران نفسها وهو بيحجز بتساله عن الورق لن تسمح له. بالسيستم تم تعديله الخاص بالحاج مش هيقبله الا لما يكون ورقه كامل متكامل. معرفش يا احمد هو ده معمول بيه في اي دوله في العالم؟ انا عمري ما سمعت عن كده. لا هو ده مش موجود في دول، بس احنا نقدر نقول ان احنا يعني خصوصيه دول مصر. ارجوك ما بلاش، انا سامعاها جايه خصوصيه مصر. معلش لا يعني لا موضوع غريب جدا. طب كمل. بص يا استاذ لبيس، هو الرصد فعلا العدد كان كتير. عدد ايوه كام يعني كام العدد اللي انا اصدر قرار على يعم كل من هم تحت 18 سنه عشان عدد قد ايه؟ العدد طبعا والعهدة على الرجل الذي لم يرفع عن اسمه بالنسبة لي يعني هو كان بالضبط عدة آلاف، يعني مش أقل عدة آلاف أصدر من أجلها قرار يحد ويعمل على ملايين من المصريين اللي دستوريا لا يجب أن يكون هناك أي مانع لسفرهم. أنا بصراحة مش مقتنعة. طب عموما خلينا نتكلم على الفرق الرياضية. الفرق الرياضية أعتقد بتاخد قرار من بتاخد قرار وزاري من وزارة الشباب والرياضة والاتحادات المختلفة إذا كانت فرق تمثل المنتخبات المصرية. أما إذا كانت فرق تمثل الأندية التي تقود بطولات أو بتقود بطولات فبالتالي أيضا تكون خارج لها معها مندوبين ومعها مسؤولين ومشرفين لهذه الرحلات وهم من يقومون من الجهاز الإداري بإنهاء تلك الإجراءات عامة وبيسافروا بالورق الرسمي بتاعهم. ايضا الاطفال بعض الشباب من عندنا مثلا اللي هم مسافرين مثلا ظروفهم الاجتماعيه تسمح لهم انه بيستكمل دراسته برضه بيتم عن طريق وزاره التربيه والتعليم او وزاره التعليم العالي بالاخدام وبالاوراق وبالتاشيرات وكل الاشياء اللي حضرتك بتؤكد صحه سفره وان هو حاصل على كل حاجه. أنا بصراحة يعني أولا يعني أنا أظن أنه هذا قرار غير دستوري أولا لأنه المادة 62 من الدستور بتنص على حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر إقامته إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال مبينة في القانون. إيه الأحوال بقى؟ عدم تأدية الخدمة العسكرية، المنطقة العسكرية، المبالغ المالية، الأدوية، أن يكون المسافر مدرج على قوائم المنع من السفر لملاحقته أمنيا أو لديه سابقة أمنية تمنعه من السفر. هذا قرار غير دستوري أظن ذلك، وأرجع لده للمحامين دي المحامين الدستوريين. ده أول شيء. تاني حاجة، حتى لو كانت القصة تتعلق بآلاف، مجموعة من الآلاف، أنا بحد الهجرة غير المشروع هذا سليم، لكن لابد من وجود آلية أخرى لمنع هؤلاء الآلاف دون تقييد سفر الملايين من المصريين. في ناس بتودي عيالها كامبات بره
وبتسفرهم بره. في ناس يعني مثلا عدد من المصريين في الخارج اتصلوا بينا، ولادهم كانوا اوريدي هنا الصغيرين بيزوروا اهاليهم وهم قاعدين في الخليج مثلا او في امريكا او كده، جايين الاجازه العيال مش عارفه ترجع، العيال هترجع ازاي؟ لا استاذه لميس، استاذه لميس بعد اذن حضرتك اسمحي لي في الجزئيه دي، اللي هو اهله مقيمين في الخارج او اللي عنده، انا بتكلم القرار بيتحدث عن ناس ليس له تواجد في الخارج، والده ووالدته او اسرته مش مقيمه في الخارج، ليس له ارتباط علمي او ارتباط رياضي او مسببات سفر قويه تسمح له بالخروج خارج الاراضي المصريه، القرار اتكلم عن دول. اما فين ده؟ انا مش لاقياه في الحاجات يا احمد، مش موجود. يعني تفاصيل القرار لا تتعلق بالمصريين في الخارج ولا فيها البند ده خالص، ولا فيها الدراسة حتى، يعني ولا فيها الناس اللي قالك اللي عايز لازم يروح بولي أمره، بولي أمره، ويروح بقى اشتغل كعب داير، لف على المصلحة دي وبعدين المصلحة دي وبعدين اكشف عليه وبعدين اعمل. ما هو عنده جواز سفر، إذا أردت أن تمنعه من السفر تعمل له حظر سفر على 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 بوابة الجوازات والهجرة في المطار. لكن ان انا اعمم قرار على ملايين المصريين اللي بيسافروا يروحوا لاهاليهم، اللي بيسافروا للدراسه، اللي اهاليهم بعتنهم عشان يشوفوا اسرهم اللي هنا، انا من حقي ابعت ابني على فكره 13 سنه و12 سنه بيدرس بره او حتى يطلع كامب بره او يعمل رياضه بره من غير ما اروح اطلع تصريح سفر. انت كده بتلففني، وده انا ما بكلمكش انت طبعا، انا بكلم الدوله، ان هو بيلففني كعب داير، بيزيد من التعقيدات ويذكرني ذلك بالورقه الصفراء. كنا لما بنشتغل في التلفزيون زمان كان يقول لك انتوا من الفئات اللي لازم تروح تطلع الورقه الصفراء قبل ما يسمح لكم بالسفر. فانا ده يرجعني بقى للستينات اللي منع فيها السفر، واحنا مش في الستينات، وهذا قرار مخالف ومنافي للدستور. عموما يا احمد، هل بدا تنفيذ هذا القرار؟ بدا تنفيذ هذا القرار بالفعل بالضوابط اللي اتكلمنا عليها. شكرا زميلنا احمد مصطفى مدير مكتب يوم السابع في المطار.